الجميلة أو الجهنمية أو المجنونة، شنو لازم نعمل حتى تزهر عندنا بهذا الشكل وهي صغيرة؟ هذا هو القلم اللي خذيناه من شجرة الجهنمية. شلون بدنا نزرعه؟ بدنا نزرعه بأسهل طريقة، ما يحتاج شيء أبدا، وبكل سطل بإمكاننا نزرع 10 15 قلم، عشان إذا مات قلم يعيش القلم الآخر، وإذا كل الأقلام عطتنا نمو خضري وعطتنا جذور بإمكاننا ننقل كل قلم على سطل لحال، وبهاي الطريقة نكون ضربنا 15 عصفور بحجر. أول خطوة لازم نعملها نقص القلم من الأسفل بهذا الشكل، وبعدين من الأعلى بزاوية 45، نرجع نجلس من هين ونرجع نقص من الأعلى بزاوية 45، ونرجع نجلس القلم من الأسفل، ومن الأعلى بدنا نقص بزاوية 45 بهذا الشكل. بعد ما نقصقص الأقلام شنو لازم نعمل؟ إذا كان القلم سميك، سمك القلم سنتي أو سنتيين، لازم نحدث به شرخ بهذا الشكل مشان يسهل على القلم شرب المياه بعد زراعته بالتربة، لأن إذا كان القلم سميك راح يكون قاسي، وفي حال كان القلم قاسي بعد فترة راح يعفن وما راح يعطينا شروش. بعد ما نقص الأقلام شنو لازم نعمل؟ نجيب المبيد الفطري ونحط الأقلام بالمي بهذا الشكل، بعدين نشيلهن من المبيد الفطري، وبعدين نجيب كاس صغير أو سطل صغير بهذا الشكل ونملأه بالتربة، وبعدين نغرس الأقلام بهذا الشكل. بدي أغرس القلم بالتربة بعمق تقريبا 3 أو 4 سنتي، والقلم الآخر أيضا بدي أغرسه بنفس المسافة من الجهة الأخرى، والقلم الثالث بإمكاني أغرسه بالوسط. وبعد ما نقص الأقلام لازم نتأكد من أنه اتجاه الأشواك للأسفل حتى ما نغرس القلم بالمقلوب، لأن لو غرسنا القلم بالمقلوب ما راح يعطينا لا نمو خضري ولا راح يعطينا شروش. وبعد ما نغرس الأقلام بالتربة بهذا الشكل نشيل السطل ونحطه تحت خيمة بلاستيك، لأن القلم لازم يكسب حرارة ورطوبة حتى يشرش عندنا بسرعة، ومن خلال الحرارة والرطوبة العصارة بدها تظل موجودة بالقلم وما راح تتبخر، لذلك احنا لازم نحط القلم تحت خيمة بلاستيك. طيب اذا ما كان عندك خيمة بلاستيك شنو لازم تعمل؟ بامكانك تجيب قنينة بلاستيك مثل اللي بيعون بيها مي، وتقطعها من الوسط وتغلف السطل بهذا الشكل، وكل يومين او 3 تقريبا ترطب التربة ترطيب خفيف. وإذا كنت زارع الجهنمية بمكان مشمس وما عم تعطيك أزهار بهذا الشكل، هذا لأنك عم تكثر من الري. إذا كنت زارع الجهنمية بمكان مضيء، مكان مشمس وما عم تعطيك أزهار، هذا لأنك عم تسقيها بشكل كثيف على حساب الأزهار، راح تعطيك نمو خضري وتعطيك أوراق خضراء وكبيرة وزيادة نمو، لكن ما راح تعطيك أزهار. لذلك أنا أنصحك إذا بدك الزهر لازم تعطش النبتة إذا كنت زارعها بمكان مشمس، أما إذا كنت زارعها بالظل فلا تعذب حالك، لا قلة الري ولا كثرة الري ما راح تزهر عندك بهذا الشكل. اكتبوا لي شنو تسمونها ببلدانكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.